ولا احلى من كده، ملوخيه بالجمبري. يلا نشوف عملناها ازاي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لابي وامي وامهات المسلمين اجمعين. انا مروه حماد وهنا نادي كل الستات، وهنعمل النهارده ملوخيه بالجمبري. تقدري تستخدمي فيها شوربه الجمبري المسلوق او شوربه فراخ او لحمه. ودي الملوخيه الخضراء الجميله، والثوم والكزبره والجمبري بتاعنا. اول حاجه في حله هناخد معلقه سمنه كده كويسه، ونبدأ نشوح الثوم والكزبرة الناشفة معانا لغاية ما يبدأوا ياخدوا لون ذهبي كده فاتح، او قبل اللون ده كمان بشوية، مش هتفرق كتير لان احنا لسه هنعمل لها طشة ملوخية. بعدها هنزل بالجمبري، اللون ده كده ايه حلو قوي. هحط الجمبري وهخليه يتقلب معاها كده تقلبتين محترمين لغاية ما اللون بتاع الجمبري يبدأ يغير معايا. شوف انتي قررتي تعملي لها ايه. ايوه زي كده، تحطي لها شوربه جمبري ولا شوربه فراخ؟ انا حطيت لها شوربه فراخ كانت عندي عشان اخف شويه من الزفره اللي احيانا بتكون موجوده في الجمبري، مع انه كان نظيف جدا ومغسول بميه وملح وزي الفل. وايه دي الملوخيه، انا بقطعها في الكنود بتاعتي الكبه، وريتها لكم قبل كده في الريفيو بتاعها. نزل الملوخيه على الشوربه وقلبها كويس كده، لما تفك تاخد يا دوبك غلوه واحده بس. طبعا الملوخيه متتغطاش عشان ما تسقطش منك وعشان ما تسودش، وكمان ما تغليش معاكي على النار كتير. وايه دي الملوخيه في الطاجن الحلو بتاعها، ونحط حبه من الجمبري كمان. طعمها كانت تحفه بجد بجد، انا عجبتني اكتر انا والولاد ان هي مش معموله بالشوربه بتاعه الجمبري. وخلينا الجمبري المسلوق التاني ده كده ايه لوحده. دلوقتي هنعمل طشة الثوم المشهورة في سمنة برضو، وهنحط ثوم في الكزبرة الناشفة. نشوح الثوم الأول كده حبة، أول ما يدخل على لون نحط معاه الكزبرة. متهيألي مفيش حد في مصر مبيعرفش يعمل الملوخية الخضرا دي، اللي هي العشق بجد، يعني تقريبا بيعدي علينا أسبوع من غير ما ناكلها. وننزل بيها على طاجن الجمبري، وكده بقى معانا احلى طاجن جمبري. طعمه بصراحه وهم 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 بجد، هيعجبك جدا جدا. ان شاء الله تكون اشتركتي في القناه وما نسيتيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعملت لنا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.